من جديد، وأمام الوزارة الأولى بالعاصمة نواكشوط يحتج عشرات العاملين ببرنامج أمل تنديدا بتأخر رواتبهم وما يصفونها المعاملة غير اللائقة التي قالوا إن القائمين على البرنامج أضحوا يمارسونها في حقهم. مطالب ليست بالكثيرة في نظرهم، ورغم ذلك فإنهم يطالبون بها منذ أشهر دون أن يجدوا من يتعاطى معها. وحدها الوعود والتعهدات التي كثيرا ما منوا بها، لكن ذلك لم يصل بعد مرحلة التجسيد على أرض الواقع كما يقول هؤلاء. الملف لم يتجاوز النقطة التي وصل إليها الوزارة، ونطالب من معاليه أن يعطي تعليماته الصارمة لهذه الجهات أنها تسوي وضعية هؤلاء العمال اللي نوعيين، هاي الشريحة من العمال النوعية اللي شباب وحملوا شهادات واستطاعوا أنهم يخدموا لهذا البلد في النوع من الميادين اللي ما هي معلوفة أن الشباب يشتغل فيها، وعلى أنهم عادوا وقافة لهذا الشعب الموريتاني على أنه يالتو يتعاطوا معهم ويالتو يعطيهم حقوقهم كاملة غير منقوصة لأنهم يضحوا في سبيل خدمة هذا الوطن. وبالإضافة إلى تلك المطالب، يطالب عمال أمل بعقود قانونية تضمن لهم حقوقهم التي يصفونها بالضائعة، مؤكدين أن الشهادات العلمية التي يحملون يستحق أصحابها عملاً أكثر ملائمة وتقدير لمن تكبدوا عناء سهر ما كانوا يظنون أن مكانة صاحبه ستؤول في النهاية إلى الاحتجاج على نواصي الشوارع. رسالتنا واضحة شور الجهات المعنية، نختار مبلغ ورئيس الجمهورية على أن نحن ما لنا معارضة ولا لنا موالاة ولا لنا معاه ولا لنا ضد، نحن ندور كونتراهات يعودوا قانونيين، كونتراهات يعود قانوني، ونختار مولي اعلن ذاك اللي قالت الوزاره من ناحيه اعلن تنفذوا به اللي فمت يا واحدين مجوبين جايبينهم لكوردينيترات ومطلعينهم عادين معاهم تبتيبه مع كوردينيترات اخرين، ويلا يعود روايه واضحه واقعيه. وقد احتج هؤلاء العمال وغيرهم مرات عده امام الوزاره الاولى والقصر الرئاسي بنواكشوط مطالبين بذات المطالب التي يرفعون اليوم.